هذا البرنامج برعاية مع بداية كل يوم جديد بتبدأ رحلة نجاح. الدقة، الجودة والإتقان مع العمرية للأعلاف، أفضل خامات نباتية طبيعية، أعلى معدلات تحويل وأفضل ربح وعائد مادي. العمرية لتصنيع وتجارة الأعلاف، مهمتنا نوصل لك بأعلافنا في أي مكان داخل أو خارج مصر، بتوليفة متنوعة من أعلاف عالية الجودة، مع متابعة دورية مستمرة لضمان أعلى جودة وأفضل معدل تصافي. ولأن نجاحك هو نجاحنا، الرحلة ما بتنتهيش والنجاح معاكم مستمر. العمرية للأعلاف، الجودة سر التميز. وتعتبر مجموعة شركات كيما مجموعة رائدة في مجال تصنيع الكيماويات الزراعية من مبيدات الآفات الزراعية ومبيدات مكافحة ناقلات الأمراض والأسمدة المتخصصة، وأيضاً ماكينات الرش المتطور مثل ماكينات الرزاز مايكروجيت وماكينات الضباب الحراري بلاس فوج، والتي تصنع بموجب تصريح من ألمانيا. وكمان تابعنا خلال جولتنا لكيما التصنيع لأفضل المنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية. وعلى الرغم من كل التغيرات المحيطة والتحديات اللي واجهتها، اليوم بفضل استراتيجية الشركة التي تركز على الجودة والاهتمام الفائق بقطاع البحث والتطوير والدراسات التكييفية لكل دولة وفقاً لاحتياجات السوق والزراعة، اكتسبت مكانة متميزة في كل من السوق المحلي وأيضاً الدولي في القارتين الأفريقية والأسيوية. وبتطمح كيما للتصنيع في التوسع المستقبلي لتصل إلى جميع أسواق العالم. المهندس عادل حمدي مدير مصنع البلاستيك بمصنع كيما، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. إحنا دلوقتي متواجدين في مصنع البلاستيك، شايفين آلة عملاقة كبيرة، كلمنا عن المصنع. هو احنا هنا مصنع البلاستيك ده مصنع تكميلي من الصناعات التكميلية لمصنع كيما للتعبئة مبيدات والأسمدة. المصنع عندنا هنا معانا مكنة ألماني بيكم نفخ بساعتها حتى ساعة 3 لتر، دي بتنتج عبوات 4 ليرز. الأساس شغلها الأسمدة. طبيعة شغل الأسمدة إن لازم يكون فيها طبقة داخلية حماية للمبيد. بالنسبة للمبيدات
بالنسبه للاسمده مش لازم يبقى في طبقه داخليه. اوكي. بالنسبه عندنا للمبيد احنا بيبقى عندنا الشكل بتاعنا بيبقى ابيض وطبقه داخليه بارير من منتج ايفال. بالنسبه للاسمده بيبقى مش لازم يكون الطبقه الداخليه, بتشتغل كلها هاي دينستي بولي اسيلين. الخامات عندنا اللي بنشتغل بيها خامات كلها مستورده من فرنسا ومن امريكا ومن بلجيكا. اوكي. احنا عندنا المبيد منتج غالي, فاحنا لازم يبقى عندنا جوده الازازه بترتقي الى جوده المبيد. بدأنا زبد المكنه اللي ورانا مكنه بيكم الماني بتنتج 4 طبقات, زائد انها فيها مزوده بدوزنج سيستم الماني بنظام الكلوز لوب للريسايكل. دي بتدي اوتوميشن للتشغيل بدون تدخل العامل البشري. يعني الازازه الخامه بنعمل لها دوزنج في 4 سكورات, بتنزل عندنا في حاجه اسمها هيد بيشكل الازازه بيشكل الخامه بشكل اسطواني. القالب بيقفل على الشكل الاسطواني وينفخه ب9 بار, ياخد التشكيل الازازه اللي حضرتك شايفها. بيطلع فيها زوايد ديل اسمها ديل والرقبه, دي بتتشال بشكل تلقائي من خلال حاجه اسمها بانشينج. وبعد كده هوت الازازه في الجنب اليمين او الجنب الشمال بتمشي على سير ويتقابلوا في المرحله الثانيه اللي وراها لمكنه الميلينج ماشين اللي هي بتعمل ازاله للطبقه العلويه للرقبه عشان تعمل لحام كويس للاندكشن سيل. زائد هي فيها انتجريشن سيستم للليك تيستر بيختبر الازايز ازازه ويتاكد انها 100% ما فيهاش اي خرام او اي ليكج. تمام. الطاقه الانتاجيه بتاعه المكنه كام؟ الطاقه الانتاجيه للمكنه 750 ازازه في الساعه. تمام. طيب دلوقتي بالنسبه للاحجام, احجام العبوات تختلف من المبيدات الزراعيه, المبيدات الصحه العامه, الاسمده المتخصصه. تمام. احنا عندنا بالنسبه للمبيدات الاشكال كلها واحده. يعني انا عندي الواحد لتر المبيدات هي بتصنف على حسب الليبل اللي عليها. تمام. بتختلف برضو في الخامات, بتختلف في خامات التصنيع. الاختلاف ما بين الاسمده والمبيدات في الخامات. طبعا الاسمده لازم بيبقى فيها خامات معينه تستحمل الكيميكالز اللي جوه المبيد. تمام. زي ما قلت لك لازم في المبيدات لازم يكون فيها طبقه داخليه اسمها بارير بتمنع نفاذيه المنتج. تمام. تمام. ايه اللي بيميز العبوه بتاعتنا عن العبوه اللي في السوق؟ هو اول حاجه احنا بنشتغل بالات الماني, وزي ما قلت لحضرتك المكنه عندنا اعلى مكنه في السوق, دي نمره 1 فور لاير. تاني حاجه الخامات بتاعتنا خامات مستورده بجوده عاليه. العبوه عليها بركود؟ العبوه بتاعتنا مدعمه بكوريديشن عشان تدي صلابه للازازه. زائد العبوه عندنا عليها الحفر باللوجو بتاع الشركه في الكعب بتاعها. وشفنا ازاي خلال جولتنا مجموعة شركات كيما بتعتمد على 3 ركائز في خطتها الاستراتيجية, من خلال تحقيق الكفاءة التشغيلية والسعي دائما لتحقيق التفوق التشغيلي داخل المنظومة عن طريق التطوير المستمر في كل عملية تشغيلية في كافة القطاعات لضمان الجودة والموثوقية ولتقديم أداء متميز. وتعمل كيما التصنيع على تعزيز الاستثمار المستدام لضمان استمرارية المجموعة وتوسعاتها في كل من السوق المحلي والدولي. وشفنا إزاي مجموعة كيما مستمرة دائماً في تطوير المصانع والمعدات وأيضاً الكوادر البشرية بأحدث ما توصل إليه العلم في تكنولوجيا التصنيع والإدارة الرشيدة لإنتاج منتجات عالية الكفاءة
والفاعلية والأمان. دكتور محمد عرقوب، المدير التسويق والدعم الفني بشركة كيما، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا النهاردة كنا في جولة في المصنع، شفنا بصراحة منظومة محترمة لإنتاج مبيدات زراعية، مستلزمة أسمدة متخصصة، مبيدات صحة عامة، حاجة نموذجية بصراحة. إحنا خطتنا التسويق لأي منتج هنا بشركة كيما. طيب خليني أوضح لحضرتك السياسة التسويقية العامة بتاعت الشركة. هو هدف السياسة عندنا التسويقية إن إحنا بنحاول نقدم حلول مبتكرة للمزارعين، وبحيث انها تقدم لهم قيمه مضافه ونوصل لاعلى درجات من الثقه ورضاء العملاء عن المنتجات بتاعتنا. احنا زي ما حضرتك قلت بنقدم منتجات لوقايه النبات كويس من خلال المبيدات الزراعيه، مبيدات الصحه العامه، الاسمده المتخصصه. بنتعامل مع شركات عالميه وكالات عالميه زي شركه اكاديان في كندا، بايوبيركا في اسبانيا، بجانب التصنيع المحلي للمنتجات عندنا. بنحاول ان احنا نتواصل مع العملاء بتوعنا وبنحاول ان احنا نوصل لهم، سواء كانوا العملاء في المزارع التصديريه او التجار او المزارعين كويس، سواء كان هنا في مصر او من خلال مكتبنا في كينيا كيما اجري ساينس، او الدول اللي بنتعامل معاها في التصدير زي السودان وزي السعوديه. في عندنا مهندسين من فريق الدعم الفني كويس، هم بيقوموا بزيارات للعملاء، بيعملوا متابعه ليهم للتطبيق بتاع المنتجات، بالتوصيه بالمنتجات، توظيف المنتجات بصوره كويسه كويس عشان يوصل لاحسن نتائج، بيعملوا الحقول الارشاديه كويس، بيحاول ان هو يتواصل معاه ويشوف حلول للمشاكل بتاعته. كذلك احنا كسياسه تسويقيه المهم عندنا ان احنا بنحاول نعمل انشطه مختلفه زي الندوات، زي المعارض، زي المؤتمرات، الموقع بتاع الشركة، الفيسبوك بتاع الشركة عشان نتواصل مع العملاء. أهم حاجة بنعتمد عليها في بناء سياستنا التسويقية العامة للشركة هي الدراسات التسويقية، بحيث ان احنا نبحث متطلبات العملاء، السوق بره محتاج ايه، ايه المتغيرات اللي بتحصل في الظروف الجوية، في طبيعة الآفة، ازاي ان احنا نواكبها، ازاي احنا نقدم حلول مبتكرة للمزارع. احنا شعارنا هنا في كيما حلول زراعية متكاملة لنبات صحي وسليم. تمام. بالنسبه للدعم الفني، كلمنا عن الدعم الفني بالنسبه لشركه كيما، بالنسبه للمنتج او للمزارع. طيب خلينا اقول لحضرتك حاجه، هو موضوع الدعم الفني بيبقى له شقين، في شق قبل المنتج كويس ما يبقى موجود مع المزارع، وبعد ما المنتج ما يستلمه المزارع. قبل المنتج ما يبقى موجود حضرتك، احنا كشركه تصنيعيه بنعمل عينات من المنتج، بنحاول ان احنا نجربها، بنحاول نوصل لصوره ممتازه كويس للمنتج، يديني اعلى نتيجه كذلك كمقارنه مع المنتجات المنافسه. برضو اختيار نوع المنتج ذات نفسه عشان يحل لي مشكله عند المزارع، تمام، ما نحاولش ان احنا نقدم حلول تقليديه. ده قبل اثناء مراحل التسجيل والتصنيع للمنتج. بعد المنتج ما بيبتدي يتم انتاجه وتسجيله، بنبتدي ننزل للمزارع، بنعرفه بالمنتج بتاعنا، بنحاول نعمل بيه حقول كويس تجريبيه، مقارنات مع المنتجات المنافسه، بنوري له النتيجه بتاعته، ايه الفوائد اللي هو ممكن يستفيد بيها، ازاي ان هو يستخدمه بطريقه سليمه وامنه عليه وتجيب له النتيجه اللي هو عايزها. بعد المرحله دي بنبتدي بقى بنكمل حملاتنا الترويجيه للمنتج عن طريق بعض الندوات كويس، عن طريق زيارات للمزارعين، عن طريق البروشورات الهدايا للعملاء بتوعنا. تقريبا الاثنين قريبين من بعض، هو الفرق ما بين السوق المحلي مثلا زي عندنا في كينيا او في السودان او في السعوديه، بيبقى في ليهم بعض متطلبات في عمليات التسجيل وفي الاوراق والكلام ده كله، دي بنراعيها في الخطه التسويقيه عندنا. بره بتختلف شويه لان طبيعه المزارع كويس بتختلف عن طبيعه المزارع هنا في مصر. يعني على سبيل المثال انت هنا بيزرع في ارض طينيه او في ارض غمر، في السعوديه الموضوع مختلف تماما لانه بيشتغل بالبيفوت كويس ومساحات كبيره. فبالتالي من اهم العوامل عندي الكونسيومر بيهيفير او سلوك العميل ذات نفسه، ازاي ان هو هيتداول المنتج، فبتختلف الاسلوب ذات نفسه وطريقه التطبيق على حسب سلوك المزارع. اخيرا بالنسبه لمشاركه شركه كيما بالنسبه للمعارض الزراعيه سواء محليه او دوليه، خليني اقول لحضرتك احنا في موضوع المعارض احنا بنبقى مهتمين جدا في المشاركه في المعارض الدوليه، على اساس ان احنا بنحاول نقدم منتجاتنا في السوق الخارجي. احنا حضرنا معارض في كينيا كويس، حضرنا كان في معرض موجود في نيجيريا، في معرض كان موجود في المغرب، المعارض الموجوده في السعوديه دي بنشترك فيها. على المستوى المحلي هنا في مصر احنا بنركز اكتر على المعارض الاقليميه، يعني كان في معرض موجود في طريق الصحراء ده احنا بنشترك فيه، في معرض بيبقى موجود في اسكندريه ده بنشترك فيه، لان هو بيبقى فوكس على
فئه مستهدفه من العملاء اللي احنا بنروح لها. بنشترك في حوالي من معرضين لثلاث معرض في السنه. هذا البرنامج برعايه